الصورة المباشرة أسامة السحنون يتواجد في الرباق الخامس هنا في المسبح الكبير بوهران. هو نهائي الخمسين متر سباحة حرة بالنسبة لأسامة السحنون. كما نشاهد القاعة أو المسبح، مدرجات المسبح مكتظة عن آخرها، يعني التنافس سيكون كبيرا والسباق سيكون سريعا في هذه المنافسة، منافسة الخمسين متر سباحة حرة. نعم إسلام، السباحة الجزائرية حققت ميدالية. انطلق الآن بدر الدين، السباق سريع وسريع جدا، نشاهد المنافسين كلهم في خط واحد. نعم أسامة سحنون يحاول التقدم، أسامة سحنون يتقدم بعض بعض السنتيمترات على منافسيه. نعم هو في المركز الثاني حاليا. نعم بدر الدين نشاهد وصول تقريبا في المركز الثالث تقريبا. سنرى الشاشة ونرى لجنة التحكيم ماذا ستقرر. تقريبا كل المنافسين وصلوا في خط واحد، بما أنه السباق سريع وسريع جدا. 50 متر سباحة حرة هو أسرع السباقات في تخصص السباحة. نعم ميدالية برونزية بالنسبة لأسامة سحنون الذي احتل المركز الثالث. ميدالية جديدة للجزائر ب 22 ثانية و 22 جزء من المئة حسب ما تظهره الشاشة هنا. في المركز الأول اليوناني كريستيان غلوميف، في المركز الثاني دي ألميد مادو من البرتغال، وفي المركز الثالث سحنون أسامة. وألف مبروك للسباح الجزائري أسامة سحنون التتويج بالميدالية البرونزية. ونعود في هذه الأثناء لمنافسات رفع الأثقال مع وليد معمري. وليد أهلا بك مجددا. بعد ذهبية وليد بيضاني وكذا برونزية أسامة سحنون